إليانا نون اللي أتاحت الفرصة لبراند بكس بيوتي التواجد في المغرب، وأعتقد أنها خطوة ذكية وموفقة منهم وسعيدة جداً بالنسبة لي أنا، حيث كان طلب بزاف كبير من المغربيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى خلال زياراتي للمغرب الكل بغى يستخدم البراندز ديال البرودكتس البرودوي ديال بكس بيوتي، وما كرهتش بصراحة، وكنت جدا يعني حاسة أنه سيتكلل بالنجاح، وأنا متأكدة أنه سيتكلل بالنجاح إن شاء الله. هي كلاسيكية ليست إيقاعية، من كلمات يونس آدم ألحان مروان الأصيل، وسجلتها في مدينة دبي، ولكن تصوير التورناج كان في جبال الأطلس، وبالتالي هي القصة واقعية وبيزد اون ترو فاكتس كيف ما يقولوا، هي من اخراج عبد الرفيع عبديوي، ان شاء الله غتشوفوها قريبا، ولكن اعتقد لهذه الاغنيه نجاح الكبير في المغرب وخارج المغرب ايضا. شوفي هو ليس مستغرب المغاربه حقيقه، يعني انا كنحس بهذا الحب في دول اخرى من المغاربه نفسهم، وكل حفلاتي في الخليج غادي يحضروها المغاربه بعدد كبير وموجودين وواجدين دائما وفرضين الحضور، ونحس بالحب ديالهم في السوشيال ميديا، وراهم شعب ذكي وليس يعني ما ياخذوش بالعاطفة، المغاربة ما تاخذيهمش بالعاطفة، المغاربة شعب ذكي جدا، كيعرف إذا كنت تحبيه فعلا أو كنت تتملقين له يعني، فهم عارفين أنه أنا نحبهم. قلت لي كاين تشابه بزاف بيني وبينهم شكليا ومضمونا وطريقة التفكير، وحتى الكوميونيكيشن اللي كاين بيني وبينهم في السوشيال ميديا غادي يفهموه هم وما يفهموش والو من البشر بالصراحة، فمحظوظة. أنا أولاً نشكر السيد مهدي بن سعيد على استقبالي في الرباط في مكتبه في وزارة الثقافة، وهو شاب عمره صغير وعنده كثير من الطاقة والأفكار اللي أعتقد أنه حتعمل نقلة نوعية في المغرب، واستقباله لي دليل على أنه هو منفتح جداً على الثقافات الأخرى اللي غادي أيضاً تروج للثقافة المغربية في الخارج. تكلمنا على بعض البروجيكتس اللي غادي نديرها إن شاء الله في المغرب، واتمنى انه تتحقق وتتكلل بالنجاح. والله انا سعيده ومحظوظه، ولكن هم شايفين هذا الشيء، انا سعيده نقول لهم شكرا بزاف على، ولكن ما في شيء مثالي، انا ما شفنا في شيء مثالي، انا نحاول فقط، هي مجرد محاوله. نحبكم نحمق عليكم، انتظروني قريبا ان شاء الله، وغادي ندوز على المغرب بزاف الفتره القادمه.